طيب اذا نكمل من فيديو المره الماضيه، عندنا احنا كنا بدنا نثبت انه اذا عندي فولتج سورس، خليني ارسمها هون. لو انا عندي هون فولتج سورس، خليني افترض انه هذا الفولتج سورس له فريكونسي معينه اف. هذا الفولتج سورس عمل ديليفري لكرنت فولتج للود، فمر عندي هون كرنت، هاي كرنت اي اس. هذا الكرنت لو كان هذا، لو فرضنا انه هذا الكرنت كمان ساينوسويدال، هذا الفولتج ساينوسويدال، ما راح يكون في ديليفري للباور لهذا اللود من هذا السورس الا اذا اي اس له اي فريكونسي نفس الفريكونسي تبعت السورس. اذا اي اس له فريكونسي مختلفه عن الفريكونسي تبعت اللود تبعت السورس من هون، ما راح يكون في ديليفري للباور. فاللي مشينا فيها خطوات وصلنا عند هذا التكامل اللي موجود هون، اللي هو الباور. اخذنا احنا الباور، ضربنا الانستنتينيوس فولتج في الانستنتينيوس كرنت وكاملنا واعطانا الانستنتينيوس باور. يعني احنا قلنا انه في اوف تي بتساوي في اوف تي انستنتينيوس اي اوف تي انستنتينيوس، وبعدين قلنا انه كابيتال بي بتساوي التكامل على 2 باي من 0 ل 2 باي لبي اوف تي. طبعا هون الاحسن اني احطها اوميجا تي، وهاي بتصير دي اوميجا تي لانه اوميجا تي هي الثيتا. إذا وصلنا عندهم، هلا بدنا نكمل بعد هاي الخطوة، لازم نقرر إنه هل n بتساوي واحد؟ إذا n كانت بتساوي واحد معناها إيش؟ n كانت هي الفريكونسي تبعت الكرنت، فإحنا قلنا إنه I of t بتساوي I max sin n omega t. وقلنا إنه V of t اللي هي الفولتج سورس بتساوي V max sin omega t، معناها n شو هي؟ ان هي ايش العلاقه بين الفريكونسي تبعت الكرنت والفريكونسي تبعت الفولتج؟ فاذا ان كانت واحد معناها الفريكونسي تبعت الكرنت بتساوي الفريكونسي تبعت الفولتج، اذا ان كانت اثنين معناها الكرنت الفريكونسي تبعته بتساوي ضعف ان ثلاثه ان اربعه اللي هو هذا الهارمونكس. فاحنا بدنا ناخذ حالتين، بدنا نقسم الان لحالتين. بدي اخذ الحاله الاولى لما ان بتساوي واحد، معناها هاي الحاله شو لازم يصير فيها؟ لازم يصير فيها باور ديليفري، لازم ينتقل الباور للنود. بهاي الحاله بتكون الفريكونسي تبعت الكرنت بتساوي الفريكونسي تبعت الفولتج. خلينا ناخذ اذا كيس 1، كيس 1 راح اعوض انه n بتساوي 1. لما بعوض n بتساوي 1 بصير عندي p بيساوي v max i max على 2 من 0 ل 2 باي. هلا هون بعوض n ماينس 1 شو بصير عندي؟ كوساين ايش؟ كوساين 0. فكوساين الزيرو اللي هو 1 على نص ناقص، وهون عندي n 1 زائد 1 بتصير 2 بتصير كوساين 2 اوميجا تي على 2. هذا كله دي اوميجا تي. انتبهوا انه احنا عم نكامل بالنسبه للثيتا او بالنسبه لاوميجا تي، فما نروح نقسم على اوميجا تي. الفاريبل هون اوف انتجريشن هو اوميجا تي او ثيتا اذا بدك، هي اوميجا تي بتساوي ثيتا، ولذلك هذه ثيتا وهذه ثيتا، حدود التكامل ثيتا لثيتا، ثيتا 1 لثيتا 2، وانا عم بكامل بالنسبه للثيتا، فعمليا هون كانه هاي 2 ثيتا. هلا اذا بدي اكمل من هون بصير عندي في ماكس اي ماكس على 2. هلا هاف شو بتصير؟ بتصير اوميجا تي او ثيتا، مضبوط؟ وهاي هون بتضلها 0 ل 2 باي، عندي هون ثيتا على ثيتا على 2 عفوا ناقص، وعندي هون كوساين بتصير ساين 2 اوميجا تي، بس لازم اقسم على 2، وانا عندي 2 اصلا بتصير 4، مضبوط؟ واضح انه وين اجت 2 اللي قسمنا عليها؟ من هون، لانه هاي ثيتا مضروبه في 2. هلا اذا بدي اجي اعوض هون، هلا اذا عوضنا لاحظوا ساين 2 باي شو بيساوي، او حتى 4 باي شو بيساوي؟ ساين 0 وساين 2 باي وساين 4 باي شو بيساوي دائما؟ ساين 0 قديش؟ 0. ساين 2 باي شو بيساوي؟ 0. اذا ساين 4 باي 0، اذا كله هذا التيرم راح يختفي، راح يضل عندي بس هذا التيرم اللي هو باي 2 باي 2 باي على 2 ماينس 0، مضبوط؟ وهون عندي في ماكس اي ماكس فيش، انا هون ضيعناه مش هيك، الواحد على 2 باي، هاي لازم تكون هون 2 باي، هاي هون 2 باي، هاي هون 2 باي، سؤال اشطب معي 2 باي مع 2 باي شو بعطيني؟ في ماكس اي ماكس في ماكس اي ماكس على 2، شو بتمثل هاي 2 هون؟ لو بدي احولها، لو بدي احولها لار ام اس شو بصير هذا؟ هذا كانه ايش؟ نعم؟ بصير 2 في ماكس تمام، هاي في ماكس كانها على جذر 2، وهاي اي ماكس
على جذر التنين، بس هدول شو بيساووا؟ بي ماكس على جذر التنين شو بيساووا؟ خالص خالص. إذا بحالة الفريكونسي لما تكون الفريكونسيز متساوية بين الكرنت والفولتج، يعني لو كان هذا الكرنت هارمونيك كرنت مكون من فاندمنتال وهارمونيكس، مين اللي بيعمل ديليفري للباور؟ هي واضح إنه في باور عم ماذا بتوصل عن طريق الـ RMS. طبعاً الـ RMS تبعي الفاندمنتال بحالة هاي بيكون. هلا لو كانت L ما بتساوي واحد رح يتغير عندي الوضع، مش هيك؟ شو بدي أعوض الآن؟ برجع هلا هون بعوض، ما بتصير عندي كوساين زيرو. أرجع أمحي هذا، هاي هلا هون رح أمحي هذا كله ورح أرجع عند النقطة هاي. الكيس 2 هلا، الكيس الثانية اللي هي N ما بتساوي واحد، يعني N بتساوي 2 3 4 إلى آخره. هون بقدر أطرح N ماينس 1، مش هيك؟ بخليها N ماينس 1 لأنها بطلت 0، فرح يصير عندي هلا رح أرجع هون والان راح اعوض. هذا راح يصير عندي كوساين ان ماينس 1 اوميجا تي، راح كوساين ان ماينس 1 شو راح تصير؟ ساين ان ماينس 1 اوميجا تي، بس لازم اضرب بمعامل ثيتا. ايش معامل ثيتا؟ عفوا راح اقسم على ان ماينس 1، فهذه بتصير ساين ان ماينس 1 اوميجا تي على ان ماينس 1. في عندي انا اصلا 2 مش هيك؟ ماينس هاي راح تصير ساين ان بلس 1. أنا كاملت هيك مش هيك هون؟ طيب إذا كاملت إذا ايش لازم أعمل هون؟ هاي هون 0 2 هاي، وهي راح تصير n بلس 1 أوميجا تي على 2 m بلس 1. لاحظوا عم نقسم في n بلس 1 و n ماينس 1. بعد مضبوط هيك هلا كملنا مضبوط؟ طيب هلا بدنا ناخذ هذول هلا نطلعهم. هاي ايش راح أعوض محلها؟ دو باي. إذا عوضت ساين 2 باي في أي انتجر، طبعاً هون إن انتجر هاي لازم نوضحها، يعني إن لا تساوي واحد بس انتجر، لأنها لو مش انتجر ما بتكون النتيجة صحيحة. إن انتجر، إذا إن كانت انتجر لما أنا أضرب وهي أكبر من واحد، لما بطرح منها واحد راح تضلها انتجر، إذا ضربت انتجر في 2 باي وأخذت الساين شو راح يطلع دائماً؟ ساين 2 باي 0، مش هيك؟ وساين الزيرو؟ زيرو. بايش ما ضربت رح يضل زيرو، نفس الشيء عندي هون ساين في انتجر، فهي الثمانية كلها شو بتساوي؟ فهي شو بنستنتج منها؟ انه ما في عندي باور، ما في ديليفري للباور، يعني كانه عمالنا بنقول لو اي اس هي عبارة عن كرنت مكون من هارمونكس، الهارمونكس مكون من فاندمنتال اللي هو نفس الفريكونسي تبعت في اس، وكرنتس ثانية الهارمونكس منها يعني انها توايس الفريكونسي، 3 تايمز الفريكونسي، 4 تايمز الفريكونسي. مين اللي راح يعمل ديليفري للريل باور لهذا اللود؟ بس الفاندمنتال كومبوننت، كل الكومبوننت الثانيه راح تكون ديليفري للباور لها زيرو.